وبينما كان وزير الطاقة الصهيوني يوفال شتاينيتس يدنس مسجد محمد علي بزيارة مشؤومة معلنا سعادته بها لأنه يمثل إسرائيل، كانت حملة هيا نذهب إلى المسجد تتواصل في عموم المساجد التركية لتشجيع الأطفال الصغار على الصلاة في المساجد وخصوصا صلاة الفجر. وبينما الصهاينة يدنسون مساجد مصر بعد أن دنسوا أولى قبلتين وثالث الحرمين الشريفين، كان التفاعل من الأطفال الأتراك رائعاً مع حملة هيا إلى الجامع يا أطفال، واللي هتبدأ رسمياً يوم 21 ليوم 31 اللي جاء يناير، تشجيعاً للأطفال على الصلاة في الجماعة وحفظ الأحاديث وآيات القرآن. وسيكون هناك مسابقات وتوزيع جوائز على الفائزين استكمالا لفكرة صلي الفجر 40 يوم كطفل في جماعة ورا بعض واكسب دراجة. وبينما السفير الصهيوني والوزير الصهيوني والأمن الصهيوني الثلاثة يحتفلوا بركوع القاهرة والعالم العربي، تمشي تركيا وبهدوء شديد على تنشئة جيل جديد يعتز بدينه ويلتزم بتعاليم كتاب الله الكريم ويستعيد اللغة العربية رويدا رويدا. وبينما وزارة الشؤون الإسلامية في تركيا تعلم الناس فضل خير من مشى على هذه الأرض عليه أفضل الصلاة والسلام، كانت دار الإفتاء المصرية تعلم الأطفال كيف أن جيش مصر خلانا أحسن من سوريا والعراق وإن مفيش حاجة اسمها علماء السلطان. مصر وشرطتها هم الآباء والأبناء والإخوة، حفظ الله بهم البلاد والعباد من شر الخراب، وصان بهم الأعراض والممتلكات ومستقبل الأبناء، ويشوهون صورة العلماء الذين يحرصون على دينهم ووطنهم ويصفونهم بعلماء السلطان. زي علي جمعة ومختار جمعة كده اللي بيحافظوا على دينهم. بينما يزداد المشروع الصهيوني ضراوة في البلاد العربية وفي قلبها مصر لأخذ الأجيال الجديدة بعيدا عن دينهم وعقيدتهم، يحاول الترك أن يرمموا ما قد تساقط في أزمان عصيبة. الله غني. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Sizler de teşekkür ediyor musunuz? Maşallah.